اللي صراحه كنشوف انا واحد النقاش شديد باش نزيدو على هاد الناس اللي داروا هاد الفعل. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تعازينا الحاره الام ديال هشام البوليسي شهيد الواجب الوطني، وكذلك تعازينا الحاره للزوجه ديالو والعائله ديالو الصغيره، وكذلك عائله الامن الوطني. فكيف ما كتشوفوا حنا جينا اليوم في هذا المكان اللي كان كيشتغل فيه هذا المداره ديال عين الجديد المتواجده بمنطقه الرحمه. هذه المداره اللي كان كيشتغل فيها المرحوم هشام شهيد الواجب، واللي تم الاختطاف ديالو والقتل ديالو بطريقه بشعه. كنظن ان المغاربه كاملين شافوا هذيك الطريقه وهذيك الصور، ما كاينش شي مغربي ما شافش هذيك الصوره البشعه وما حطش يده على قلبه وما تخلعش وما حسش يعني بالخوف وبعدم الامان. فانا اللي بغيت نقول لكم ان هشام البوليسي قبل ما يكون بوليسي فهو جزء لا يتجزأ، يعني جزء لا يتجزأ من هذا البلد الحبيب، وهو احد المواطنين المغاربه ككافه المواطنين المغاربه. وبغيت نقول نوصل الرساله ديالي انا كمسؤول نقابي وتحت لواء اتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، اللي حنا درنا هذه الوقفه التضامنيه في حق هذا الشهيد هشام بورزة شهيد الواجب الوطني. بغيت نقول هاد الناس اللي حرقوه راه ما حرقتوش هشام، راكم حرقتوا الشعب المغربي كافه، راكم حرقتوا العائله ديال هشام، وحرقتوا كذلك ملي كتشوف انك بوليسي بالزي ديالو الرسمي كتشدوه كتحرقوه، راك حرقتي جهاز امني كله. هاد المسائل هذه حنا كمهنيين في قطاع صيانه الاجره، وكنظن انكم خديتوا ارتصامات جميع المهنيين ان ما كاينش شي واحد ما كيجبدش يعني الشرطي هشام بشي كلمه ماشي حتى ليه. انسان في قمه الاخلاق، انسان كيأدي الواجب ديالو الوطني بكل ابتسامه بكل رحب. حنا تاسفنا على الرحيل ديالو، تالمنا على داكشي اللي وقع عليه، بغينا هشام ياخذ الحق ديالو وترتاح مهمته، بغينا الجنات يتعتقلوا، وبغيناهم انهم الا تعتقلوا ياخذوا اشد العقوبات. وهنا ملي كنقولوا اشد العقوبات راه ما كنقولوش انهم يتحكموا بالمؤبد ويدخل الحبس يبقى ياكل ويشرب مع راساته، او يتحكم بالاعدام موقف التنفيذ. فهنا حنا كنناشدوا وكنطالبوا بالاعدام ولا حبذا. انا لا بغيت النار تشفى لي من الغليل ديالي والاخوان كاملين والمغاربه، يكون اعدام على العلن، اعدام امام الملأ. هادشي اللي بغينا نوصلو، وكنبغي انه ملي كتشوف الانسان تعدم امام الملأ راه تيكون عبره لكل من سولت له نفسه ان يمس بامن واستقرار هذا البلد الشريف وهذا البلد الحبيب. ولهذا الله يجازيكم بخير، كنشكركم نتوما كصحافه وكاعلام اللي كتوصلونا وكتوصلوا الصوت ديالنا وكتوصلوا الراي العام الصوت ديالنا حنا كمهنيين. والسلام عليكم ورحمه الله